طيب، السلام عليكم. اسمك الكريم؟ مريم حمادة. مريم، أي صف يا مريم؟ 9. كم تحفظين؟ 10 أجزاء. من أين تقرأين اليوم؟ سورة ياسين. 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 طيب، تفضلي بعد الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أعيدي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أحسنت يا مريم. بعض الملاحظات، أحيانا يكون المد عندك أطول من اللازم، مثلا والقرآن الحكيم كان تقريبا 7 أو 8 حركات. ملاحظة أخرى، اهتمي بالقاف بالقلقلة،
أو فهنا لقد، هذه حرف من حروف التفخيم القاف، لقد حق القول، القاف ما كانت مفخمة بما يكفي، يعني لقد، قرأيها لقد حق. أحسن أحسن. طيب واضرب، الباء لم تقلقل الباء، فاضرب ممكن تقرأيها واضرب لهم، الضاء ما فيها قلقلة، واضرب واضرب. بس هذه ملاحظاتي، ما شاء الله قراءتك جميلة وصحيحة.